مدير فني، فيهمه كمان ان هو يحقق البطوله دي تكمل تاريخه الرياضي مع النادي الاهلي في حصوله على البطولات. الجزء الاهم كمان يا كابتن ميدو التجهيزات اللي موجوده في تونس، كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي، الجانب الاداري ده جانب كبير جدا الناس مش واخده بالها منه، اكيد من ناحيه اقامه المعسكر، من ناحيه التغذيه، من ناحيه صاله المحاضرات. تمام، طب تعالى يلا نشوف امير هشام عشان يقول لنا على كل الجديد وكل كواليس اقامه بعثه النادي الاهلي. امير اهلا بك يا امير. يا كابتن ميدو، تحياتي كابتن ماهر همام، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا احنا في هذه اللحظات في الجزء الاخير من مران النادي الاهلي اليوم في اطار الاستعداد للمباراه المقبله، وبالتحديد في دور نصف النهائي امام فريق النجم الساحلي التونسي، واللي هي بكل تاكيد مباراه مهمه جدا وخطوه مهمه جدا للنادي الاهلي في مشوار الافريقي. لكن خليني بالتحديد نتكلم عن المران النهارده. المران طبعا كان في بعض الاجزاء البدنيه القويه وايضا بعض التدريبات التكتيكيه من قبل الكابتن حسام البدري اكيد للاعبين، ويمكن كابتن حسام البدري عايز يخلص التدريبات التكتيكيه، وجهه نظره التكتيكيه وصلها لاعبي النادي الاهلي خلال التدريبات هنا في طبعا العاصمه تونس قبل التحرك ان شاء الله مساء الغد للعاصمه سوسه، او عفوا طبعا لمدينه سوسه، واللي اكيد هيكون فيها الانظار كثيره من قبل طبعا فريق النجم الساحلي. بالتالي كابتن حسام البدري بينهي الاستعدادات الهامه من هنا طبعا في مدينه او عاصمه طبعا تونس. اكيد الاستعدادات قويه، لكن اهم حاجه دلوقتي خليني اقول لك ان في خبرين، وهو الاول اصابه حسام عاشور في المران من خلال طبعا تدخل عنيف شويه كان من صالح جمعه، ادى لكدمه قويه في انكل طبعا حسام عاشور، وما قدرش حسام عاشور ان هو يكمل المران. طبعا حسام عاشور خرج دلوقتي مع دكتور خالد محمود، لسه مش عارفين طبيعه الاصابه هتكون بالنسبه له ايه ومده الغياب، لكن ان شاء الله هو بيمشي على رجله، لكن طبعا ممكن تكون كدمه قويه شويه. ان شاء الله هنشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي مع حسام عاشور من خلال طبعا دكتور خالد محمود. طبعا ايضا الخبر الثاني يا كابتن ميدو هو اصابه احمد الشيخ ايضا في تدريبات اليوم. احمد الشيخ ايضا تعرض لكدمه وده خلال التقسيمه. خليني اقول لك ان التقسيمه كانت قويه جدا، في طبعا حماس كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، كلهم عايزين يثبتوا وجودهم وكلهم عايزين يشاركوا في المباراه المقبله، خصوصا ان خلاص النادي الاهلي في المراحل الاخيره من بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي كل لاعب عنده تمنيات كبيره للمشاركة اكيد في اي مباراه بيخدها النادي الاهلي في هذه المرحله. لكن ان شاء الله نتمنى ان الاصابه بتاعت حسام عاشور او سواء حسام عاشور او احمد الشيخ ما تعطلهمش كتير، ان شاء الله نتمنى ان هم يكونوا جاهزين للمباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي. لكن فيما عدا ذلك جميع لاعبي النادي الاهلي من الحاله البدنيه وحاله طبعا الفنيه جيدين جدا وبيادوا تدريبات بشكل قوي جدا، لكن ان شاء الله نتمنى ان يلحق بهم كل من حسام عاشور واحمد الشيخ. لكن هيتم التأكد طبعا من مدة الغياب هتكون قد ايه بالنسبة لهم، لكن ان شاء الله نتمنى بالكتير قوي على مران بعد بكرة ان هم يشاركوا. هيبان لما نرجع طبعا الفندق، هنسأل دكتور خالد محمود ونعرف طبيعة الإصابة سواء لحسام عاشور او احمد الشيخ. وبشكل عام نتمنى لكل لاعبي النادي الاهلي التوفيق في هذه المباراة الهامة جدا امام فريق النجم الساحلي. في المقابل ايضا في هذه اللحظات في تدريبات قوية جدا لحراس مرمى النادي الاهلي سواء شريف اكرامي، احمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي، طبعا ده تحت اشراف كابتن طارق سليمان مدير او رئيس او عفوا طبعا مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، فاكيد تدريبات قويه جدا بالنسبه لهم، واكيد في استعداد قوي من قبل كل لاعبي النادي الاهلي. خليني اقول لك ان النهارده كان في محاضرتين يا كابتن، او كان في محاضره اولى يا كابتن ميدو طبعا بعد الغداء الصبح، ايضا هيكون في محاضره اخرى بالليل من كابتن حسام البدري للاعبين عشان يواصل فيها شرح كل الايجابيات والسلبيات الخاصه بفريق النجم الساحلي، خصوصا كابتن حسام البدري عنده العديد دلوقتي من اللقطات الخاصه بهذا الفريق، واكيد كابتن حسام البدري ليه وجهه نظر تكتيكيه، خصوصا ان هو اتكلم مع اللاعبين وقال لهم ان احنا عايزين ننهي او نحاول ان احنا نحسم نسبيا المباراه من هنا طبعا، او نحسم نسبيا الصعود للدور النهائي من المباراه الاولى مباراه الذهاب في سوسه، بالتالي طبعا عشان ده يدي اريحيه في مباراه العوده ما يبقاش
يبقاش في ضغوط كبيره على لاعبي النادي الاهلي. لاعبي النادي الاهلي مركزين بشكل كبير جدا في هذه المباراه. ايضا من ضمن كلام كابتن حسام البدري للاعبين قال لهم ان احنا خلاص وصلنا لمرحله مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا، قربنا نحقق الحلم بتاعنا، ما ينفعش نادي اداء اقل من اللي احنا اديناه في المباراه الاخيره امام فريق الترجي التونسي، وده اللي اكيد بنتمناه ان شاء الله من لاعبي النادي الاهلي خلال المباراه المقبله، واللي ان شاء الله هتكون يوم الاحد الساعه 6:30 بتوقيت تونس، 7:30 بتوقيت القاهره. وبشكل عام نتمنى ان كل الامور تكون بشكل جيد خلال التدريبات القليله المقبله التي تسبق هذه المباراه، ومن ثم ان شاء الله النادي الاهلي يكون جاهز بشكل كامل لاداء هذه المباراه وتحقيق نتيجه ايجابيه قبل العوده للقاهره. عوده لك يا كابتن ميدو. شكرا يا امير، يعني تقديم مميز باين عليك الاجهاد.